انت جايبه معاكي ايه يا ماما؟ انا عامله لك مفاجاه جميله قوي النهارده يا توته. بجد؟ طبعا يا حبيبتي، مفاجاه ليكي ومفاجاه كمان لاصحابنا اللي بيتفرجوا علينا. الله، استنوا يا اصحابي معايا علشان نشوف مفاجاه ماما. هتعجبكم قوي النهارده يا اصحابي. يا ترى انا جايبه لكم ايه؟ تفتكر انا جايبه لكم ايه يا توته؟ مش عارفه يا ماما. تعالوا بينا نشوف مع بعض يا اصحابي احنا جايبين لكم ايه النهارده معانا. يلا بينا. ايه رايك يا توتا؟ تلا تلا. كل دي عرايس عشان يا ماما، مش ممكن. النهارده معانا بقى مجموعه عرايس جميله جدا. معانا عرايس البحر ومعانا كمان عروسه بترقص باليه. الله يا ماما، انا كان نفسي في اللي بترقص باليه دي قوي. تا 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 تلف وترقص وتلف وترقص، بس هي مش لابسه ابيض زي بتوع الباليه ليه يا ماما؟ مش دايما بيلبسوا ابيض يا حبيبتي، ما هم في حفلاتهم بيلبسوا الوان تانية. ايه رايك بقى تختاري نفتح انهي واحده؟ يلا بينا نفتح الاول اللي بترقص باليه. يلا نفتح على طول. ايوه يا ماما، دي معاها خالص ومعاها حاجات حلوه قوي يا ماما. دي معاها حاجات تحفه يا توته. تعالي نفتح مع بعض كده ونوري لاصحابنا هي معاها ايه النهارده. كبيره خالص يا ماما، حلوه حلوه، انا بحب العرايس الكبيره دي. والشوز بتاعها جميل زي الباليرينات بالظبط، صح؟ وعاملاه كده واقفه على رجليها هترضي في صوابعها علشان هي بالانيله. برافو. شوفي بقى جايبه ايه معاها كمان. شوفي يا اصحابي جايبه ايه. طمشت الفرشه بتاعتها بتاعت شعرها البنفسجي جميل. برافو عليكي يا توته، هي فعلا مشط او فرشه. ومعايا كمان ايه؟ معايا مرايه. فرشه ومرايه حلوين قوي قوي يا اصحابي. شطوره. طب تعرفي ده ايه؟ واصحابنا يا ترى يعرفوا ده ايه ولا لا؟ طبعا طبعا، ده تاج الاميره. برافو، ده تاج الاميره يا اصحابي. وكمان معاها ايه؟ بصوا معايا كده، يا ريت اللي يعرف يقول لنا. السلسله بتاعتها يا ماما، انا عرفت يا اصحابي. شطوره يا توته خالص. تعالي بقى نلبسها كده قدام اصحابنا قدام الكاميرا. تعالي نقلعها الشوز ده يا ماما عشان نوريه لاصحابنا، اصحابنا ما شافوش الشوز. طب نلبسها العقد الاول. ماشي، نلبسها. نلبسها العقد كده. بصي معانا هنا يا عروسة البحر انتي ولا يا كتكوتة انتي. والتسريحة بتاعتها جميلة قوي، شايفين شعرها حلو قد ايه؟ حلو خالص يا ماما. نحط لها بقى التاج هنا. يا سلام. الله، ايه رأيكم بقى؟ لبست التاج بتاعها يا اصحابي، وكمان لبست العقد يا توتة، بقى شكلها تحفة جميلة. تعالي نسرح لها كده ونوري اصحابنا شعرها قد ايه جميل. الله يا اصحابي، ده اصحاب البنات هيحبوا العروسة دي قوي يا ماما. عايزينهم يقولوا لنا لون شعرها عجبهم والعروس عجبتهم ولا لا. كده عجبتهم طبعا زي ما عجبتني خالص. جميله قوي يا توته، تعرفي ان انا كمان حبيتها قوي. شعرها ناعم خالص يا اصحابي. وريني رجلها يا ماما. ما وريني رجلها. شوفي رجلها بتتني ازاي يا توته. ايوه ايوه، ما هي بترقص. دي بتلعب يوجا ولا ايه؟ افرديها يا ماما، انا عايزه اشوف الشوز بتاعها يا ماما. استني استني يا توته، الحقي. في ايه بقى؟ الجيبه بتاعتها بتتفك. الله، واو، ده طقم تاني. شفتوا يا اصحابي؟ يعني مش طقم واحد بس. لا لا يا اصحابي، تعالوا نرفع ايديها كده. ارفعي ايديكي كده يا عروسه. واو. الله الله، تا 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 تا. دي بالارينا جامده جدا. يا سلام، والجيبه بتاعتها حلوه، الفستانين حلوين، فستانها حلو قوي. ايه ده، العقد لف كده ليه؟ شوفي جميله قوي وسهله خالص نلبسها يا اصحابي. بتحطوا الاستك كده وبعدين تقفلوا الجيبه بتاعتها عليها عشان ترقص وتقدم العرض بتاعها. الله، دي عروسه جميله قوي. تا 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 تا. دي بترقص باليه يا اصحابي، شكلها لذيذ وجميله قوي. ودي معاها اصحابك. هاي، ازيك؟ حلوه قوي يا اصحابي. يلا بينا نشوف اللي بعديها. وادي عروسه البحر. يا سلام، ايه رايك يا توته؟ دي لذيذه خالص يا ماما. هاتيها بقى نوريها لاصحابنا كده. وشوفوا ديلها يا اصحابي. شوفوا ديلها يا اصحابي قد ايه جميل. يا خبر ابيض، ده شكل السمكه. ايوه فعلا فعلا، هي عامله زي السمكه بالظبط. هي دي بقى اللي اسمها ايه يا ماما؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه يا توته؟ اسمها عروسه البحر. شطوره يا توته، اسمها عروسه البحر. او اصحابنا عرفوا اسمها ولا ما كانوش يعرفوا؟ اكيد طبعا اصحابنا شاطرين وعارفين اسمها. تعالي بقى نشوف يا ترى العروسه دي بتعمل ايه. عروسه البحر بتعمل ايه بقى؟ نشد الورقه دي كده ونشغلها ونشوف. يا سلام، بصوا بصوا يا اصحابي، دي بتنور الوان جميله. الله، خالص. يا سلام يا سلام يا اصحابي، حلو قوي. شايفين يا اصحابي الالوان اللي بتعملها؟
دي جميلة قوي يعني. لو الدنيا ضلمة هتبان. ايه رأيك اطفي النور يا ماما؟ اطفي النور كده يا توتة. يا سلام، شوفوا بقى يا اصحابي. ايه جمال ده، دي تحفة خالص. حلوة قوي يا ماما. لونها ايه دي يا توتة؟ لونها بينك. شاطرة يا توتة، وكمان اللبس بتاعها جميل. نحطها هنا بقى يا توتة. الله، قافي يا عروسة التالتة. شعرها طويل ومعاها مراية. شوفي شوفي يا توتة، روبنزل. زي روبنزل يا ماما. زي روبنزل، روبنزل فعلا. دي روبنزل البحر. ايوه روبنزل البحر. فين بس يا توتة، شوفي قد ايه جميلة يا توتة، ولونها ازرق وجميل. لا 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 لا، حلوة قوي قوي يا ماما. تعرفي ان دي طلعت حلوة قوي خالص، احلى من بتاعة الباليه. انا شايفة ان بتاعة الباليه ودي حلوين قوي قوي. تعالي بقى نشوف هي جايبة معاها ايه كمان. معاها مشط جميل خالص. يا سلام، مشط على نجمة. برافو عليه، نجمة البحر. مشطها جميل قوي، بتسرح شعرها بيه. سرح لها بقى، سرح شعرها الجميل الاصفر الذهبي الطويل. يا سلام، شكلها حلو خالص يا توتة، وتسريحتها كمان حلوة قوي. دي بتنور زي التانية؟ هنشوف دلوقتي. دي معاها كمان شنطة. شنطتها شنطة جميلة جدا. شكلها مش بتتفتح؟ لا مش بتتفتح، يا خسارة. يلا مش مشكلة، هي كده هتقدر تشيلها. لبيت فيها الشنطة اهي. ايه رأيك بقى؟ جميلة قوي. خليكي ماسكة شنطتك يا عروسة البحر، ومعايا كمان مراية حلوة قوي. ايوه يا اصحابي، معانا مرايات كتير. يا سلام، الله، بصي بصوا يا اصحابي معانا ايه. ده شوز معاه حلق جميل خالص. شايفين؟ ده حلق فيروزي، حلق من اللولي اللي بيبقى في البحر. بس ده لونه فضي، مش فيروزي خالص يا توتة. ايوه عروسة البحر بيبقى معاها حاجات سحرية وحاجات فضية كتير. تعالي بقى نلبسها الحلق بتاعها كده. يلا بشويش عشان ما تعيطش يا ماما. لا ما تخافيش يا عروسة البحر، مش هتعيطي. يا سلام، الله، يا سلام. ايه رأيك؟ دي جميلة قوي قوي. حط لها بقى التانية. يلا نحط الايه، الحلق التاني. رجعي شعرك كده يا عروسة البحر عشان نعرف نحط الحلق. دي بقى تغييرة خالص. دي جميلة جدا يا توتة. تعالي بقى نشوف ايه كمان. دول ده ايه بقى؟ غوايش. تعرفي دول ايه؟ شاطرة. بس اسمها اساور، اسورة بتلبسها في ايديها. ايه رأيك يا توتة؟ جميلة خالص خالص يا اصحابي، ولبست المجوهرات بتاعتها ولبست كمان الحلق. تعالوا بقى نشوف بتنور ولا لا زي التانية. اكيد مش بتنور. بصي واو، بتلعت بتنور. الله، استني اطفيلك النور. يا سلام يا اصحابي، حلوة خالص، والزعنفة بتاعتها بتنور خالص. ايه رأيك؟ جميلة فعلا فعلا، حلوة قوي يا توتة. كان معانا النهاردة 3 عرايس من عرايس البحر يجننوا، وكمان عروسة الباليه برضو كانت تجنن، صح يا توتة؟ حلوين قوي قوي خالص. بس تفتكري اصحابنا حبوا ايه منهم؟ اصحابنا حبوهم هما الثلاثة زي ما انا حبيتهم طبعا. هنشوف، عايزين نطلب من اصحابنا كلهم يكتبوا لنا حبوا انهي عروسة فيهم. ايوه يا اصحابي، قولوا لنا في التعليقات حبيتوا انهي عروسة فيهم وليه؟ ويا ترى عروسة البحر المشعر الكبير دي فعلا بتشبه روبنزل زي ما انا بقول ولا لا؟ مش كده يا اصحابي؟ ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة، قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.